السوق السعودي على تراجع 9% عند 6566.68 من المائة نقطة. حجم التداولات 285,591,000 سهم، أما القيم فأربعة مليارات وستمائة وخمسة وتسعين مليون ريال. أغلق 24 سهم على ارتفاع على رأسها المتحدة للتأمين 9.87%، فيما أغلق 140 على تراجعات على رأسها الحكارة 7.32%، وكان دار الأركان الأنشطة من حيث الكمية 66,180,000 سهم، فيما كان مصرف الإنماء الأنشط بالقيم 664,694,000 ريال. كانت الطاقة والمرافق الخدمية القطاع الأكثر ارتفاعا ب 21%، فيما كان الفنادق والسياحة الأكثر تراجعا، وسط تراجع معظم القطاعات ب 73%.